سنة أولى عاملين إيه؟ النهاردة إن شاء الله هنوضح في الفيديو بتاعنا العلاقة بين الجمع والطرح. السؤال بيقول اكتب ناتج ما يأتي كما بالمثال. هو جايب لي مثال اللي قدامي بينحصر في 3 أرقام، 3 و6 و9. هنلعب بيهم ونغير الأماكن بتاعتهم ونشوف الناتج معايا هيكون كام. أول حاجة بيقول لي 3 + 6، دي مسألة جمع يا حبايبي. 3 + 6 بنجمع إزاي؟ بنشيل العدد الكبير في دماغنا ونطلع الصغير اللي هو 3 على أيدينا ونعد من بعد 6. بعد 6 يلا 7 8 9. طب لو بدلنا عكسنا جبنا 6 الأول، 6 + 3 بيكون الناتج برضو هو بيساوي 9. طب تعالوا نشيل علامة الزائد ونحط ناقص، بس هنغير، هنبدل في الأرقام شوية. 9 - 6 علامة الطرح، بنطلع على ايدينا العدد الكبير ونطرح وننقص منه. هنطلع على ايدينا 9 وننقص منها 6، هيكون الناتج 3. طب تعالوا نشيل 6 ونحط 3، 9 - 3 هيساوي 6. نيجي مع بعض نشوف المثال التاني. برضو زي ما انتوا شايفين يا سنة أولى هما 3 أرقام، 5 و2 و7، بس هنغير كل مرة الإشارة وهنبدل مكان الأرقام. أول حاجة 5 + 2، يلا شيل الخمسة في دماغنا والاثنين على أيدينا. بعد 5 - 6 - 7. طيب 2 + 5 هي هيكون الناتج 7. مسألة الطرح بنطلع الأعداد أو الرقم الكبير على أيدينا، هنطلع 7 وننقص 5. أكيد كلنا عرفنا كده المسألة هتتحل إزاي. هنشوف الرقم الثالث الناقص، هيكون 2. طب 7 - 2 موجود، 7 هو موجود، 2 يبقى ناقص مين؟ 5. تالت مثال 4 + 5، هنعد من بعد 5 - 6 - 7 - 8 - 9. هي لما نبدل 5 + 4 بيكون الناتج برضو 9. انتوا عارفين في الجمع ينفع نبدل، لكن الطرح لا، الناتج هيختلف. 9 - 5 هو كاتب 9 و5، يبقى مين الرقم التالت بتاعهم؟ هنشوف كده من فوق، يبقى 4. طيب كاتب تحت 9 ولا 4؟ اكيد هيكون الرقم التالت 5. برافو عليكم يا سنة أولى. هنا بيقول لي اكمل ما يأتي، جايب لي 3 أرقام، 2 - 5 - 7. انتوا بقى حلوها وغيروا مكان الأرقام. نبدأ مثلا 5 + 2، هكتب الرقم الثالث. 5 + 2 كام؟ 7. طب نبدل 2 + 5، هيكون برضو الناتج 7. طيب نبدأ مرة 7 ننقص منها 2 أو 5، خلينا نبدأ بالخمسة الأول. 7 - 5 هيكون 2. طيب 7 - 2 بيكون 5. خلصنا درس النهاردة، شكرا لكم يا سنة أولى.